بتوجيهات الرئيس ومجلس الوزراء، رسالة عاجلة ومفرحة من وزير التربية والتعليم لجميع أولياء الأمور وطلاب مصر. بصراحة حاجة حلوة ورسالة حلوة لكل الطلاب وأولياء الأمور، هنشوفها مع بعض وهنشوف الأخبار الحلوة يعني القليلة الفترة الأخيرة يعني دي، إن احنا نشوف أخبار حلوة من وزارة التربية والتعليم. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان تتابع كل الأخبار التعليمية والخدمية اللي بقدمها على قناتكم التعليمية مستر مانويل. كانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن 7 فئات بس طلابية اللي هم هيبقوا معفيين من المصروفات الدراسية، لكن بتوجيهات رئيس ومجلس الوزراء أعلن النهاردة عن 20 فئة اللي هم أبناء شهداء ثورة 25 يناير، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، أبناء الأسر المستفيدة من المساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، الأطفال اليتامى من الأب، الأطفال أبناء الأمة المعيلة والمهجورة والمطلقة، أبناء الآباء المكفوفين، كمان أبناء الآباء من ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء الآباء المفرج عنهم من السجون حديثا، أبناء الآباء غير القادرين بدون دخل ثابت بعد إجراء بحث اجتماعي، أبناء الآباء من مصابي ثورة 25 يناير، طلاب مدارس حلايب وشلاتين، طلاب مدارس أبو رمادة بالبحر الأحمر، طلاب مدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة. طبعا دي 14 فئة، لسه كمان في 6 فئات هنشوفهم مع بعض دلوقتي. طلاب مدارس الفصل الواحد، طلاب مدارس التعليم المجتمعي، طلاب المدارس الصديقة للفتيات، طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس، وأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم معفاة بنسبة 50%. دي 20 فئة اللي أعلنت عنهم وزارة التربية والتعليم. لو عندك أي تعليق بخصوص الفيديو أو أي ملحوظة سيبها لي في كومنتس وأنا هرد عليك إن شاء الله. دايما يا رب أخبار مفرحة وسعيدة للجميع.